بلح بلح مين يا بنت اللي معاك انا بروح على راسي انا بدي بنت اللي عايز مرضيني يا بنت ده نفسي تقوم يا بنت انت عايزني اقوم معايا يا بنت ما انا هعلمه ازاي هو يستحمى كل يوم اجيب صابونه صلاي استحمى بيها صابونه صلاي يستحمى ده انت لو حطيتين ما يتنرمش هيلدك يا بنت يا بنت ما كانش ظلمك ما حطيتوش في الشارع على معاك يا بنت بتتسجد طب عليك حاجه ليه بس يابا خلاص انت هتجيب مطلع تقول لك ده لسه الجبال قول يا بنت خش يا بلاد يا بنت جرب من قدام اه ايه عم بدي رمضة زبادي رجع حلمي في هاي انا اخويا اهلا وسهلا مين حضرتك سوري يا حضرتك يا اهلا يا اهلا يا اهلا نورت الكفر كلها ده الخواجه اخبارك واخبار اهل سويسرا عاملين ايه؟ قولي يا خواجة انت حطيت الناس بتاكل من خيرك كده ليه يا خواجة؟ اصل اول ما دخلت من البلد يا اوبا قابلت واحد شفته زي اللي بتقولوا قال لي هات لي يا اوبا الملوخية يا اوبا ملوخية ملوحة يا خواجة ملوحة ايوه يا حبيبي بالظبط كده بس ايه ده يا اوبا ده ريحته وحشة خالص ده ايه الصوت ده هدومه مليانة تراب وطينة ومش عارف شعره مسكوت كده ولا مش يا اوبا ايس كريم اسود يا ابني ايس كريم اسود ده ايس كريم دينا يا خواجه ايس كريم دينا ده ايه ده يا ابني مفيش حد يعلمنا مضخه احنا غلطنا معايا يا خواجه اصل المقصود على الراجل بتولع حدا ما جاش يسال يا خواجه ما استحماش كل ما نحميه ونجيبه ونحميه يجي يقول لي انه يروح يلعب في الزريق بس قول لي يا خواجه انت هدومك نظيفه وحلوه وقفتك حلوه كده ليه؟ احنا كلنا في سويسرا كده يا حبيبي احنا لبسنا حلو وريحتنا حلوه وكمان بنستخدمها على طول ما بنسرحش غيرنا. اللبن يا خواجه. لينا معلمتنا. دي صابرين علمتكم الحاجات الحلوه دي كلها يا خواجه. اه طبعا. كنت احكي لي قصتها يا خواجه يمكن انا اعلم من ليها وحتى في الارض لعبوا ريحه وحشه لها. قصه مين يا عمده؟ بتحكوا قصه مين؟ قصه بنت عيلة يا مكرمون. عيلة ولا بنت صابرين؟ صح يا خواجه مش قصه عيلة ما بنتي هي النظيفه. ايوه احنا بنجيب بقى ميه بلح فخلاص بقى يا خواجه ده انا عليها قصه القديسه فرينا وفتحت كده يا خواجه هيحكوا قصه مين؟ القديسه فرينا مين؟ القديسه مين اللي هنحكيها؟ يا عايز اسمع هيحكوا قصه مين؟ مين؟ القديسه فرينا يبقى النهارده معانا قصه مين؟ القديسه فرينا القديسه مين؟ فرينا حلو عادي احكي لنا يا خواجه قول لنا حكايه القديسه فرينا لا انت راجل محظوظ يا ام ده هي نفسها جايه وهي اللي بتحكي عن قصتها. ايه ده القديسه فينا هنا؟ القديسه فينا طلعت يا ولاد. سلام ونعم يا ولاد. عليكم السلام. ايه اخباركم ايه يا حبايبي؟ انا عرفتكم بنفسي انا اسمي فرينا. انا من اسره ايه؟ قبطيه. اسمي فرينا معناه ايه اسم فرينا؟ ثمره طيبه. ماشي؟ انا كانت اسرتي انا كنت من الاقصر. رحت مع الكتيبه الطبيه اللي راحت اللي كان على العصر القديس تكليجان الملك تكليجان بعت كتيبه وانا كنت من ضمن العذاره اللي كنت معاهم ليه كنا بنعمل ايه دورنا؟ كنا معاهم على اساس ان احنا كنا بنعمل لهم الاكل ونعمل لهم طلباتهم ولما كان في جرحى كنا بنحاول ان احنا نداوي الجرحى دي ده كان دورنا معاهم يعني انتوا كنتوا بتعالجوا الناس التعبانين بالظبط كده كنا بنعالج الجرحى والناس التعبانين مع الكتيبه كنا طالعين معاهم مخصوص عشان كده بعد ما طلعت مع الجيش يا قديسه فضلت عايشه في سويسرا اللي حصل ان الملك هناك امر بالكتيبه بعد ما خلصت دورها انها تروح المعبد وتسقط الاوثان لكن القديس موريس العظيم اللي كان على رأس الكتيبة رفض والجنود اللي معاه كمان عملوا رفضوا زيه راح عملوا ايه؟ راح امر الملك ده بقتلهم كلهم واستشهدوا على اسم السيد المسيح طب وانت كنت فين يا دكتور القديس؟ انا بعد ما هم استشهدوا انا صممت ان انا اقعد في سويسرا وما رضيتش امشي مع الباقي اللي رجعوا وهربت ورحت في كهف بعيد خالص وقعدت في الكهف دوت فتره جنب ست طيبه جدا
الست دي كانت ليها دور كبير قوي معايا. انا رحت الكهف ده انا والعذاره اللي كانت معايا اللي راحوا من الكتيبه. الست دي كانت بتعمل ايه؟ انا كنت بعمل دور بعرف اخيط وبعرف اعمل تدريس زي دوت بالظبط. بعرف بفهم في الاعشاب والاعشاب الطبيه اللي انا كنت بعالج بيها فابتديت اعمل الحاجات دي واديها للست اللي كانت ساكنه جنبي وكانت بتبيعها وبتجيب لي بثمنها طلباتي وطلبات العذاره اللي كانوا معايا. وفضلت فتره كبيره قوي في الكهف ده وعلى اساسه قعدنا ننشر الايمان المسيحي اللي الناس اللي كانت ساكنه حوالينا انبهروا بينا ومن طريقتنا ومن تعبدنا لربنا وحبوا يتعرفوا علينا اكتر. لما شافونا ان احنا بنصلي لالهنا السيد المسيح حبوا يتعرفوا. ده لما لقونا احنا بنخدم الناس كنا بنعمل لهم ايه هناك؟ كنا بنسرح شعرهم ونغسل رجلهم ونلبسهم هدوم نظيفه لما كانت بتبقى مش نظيفه وكنا بنقص شعرهم ونقص ضوافرهم. لما شافوا المنظر ده حبوا ان هم يتعرفوا ويقربوا مننا اكتر. اتعلقوا بينا وبقينا نكلمهم عن السيد المسيح كتير. ابتدوا يقابلوا كتير منهم قوي جدا. راح عمل ايه؟ الملك اللي في المدينه سمع بالموضوع دوت. راح عمل ايه؟ بعت لي انا والعذاره اللي كانوا معايا وسجلنا فتره. راح الملك ده لما اتسجلنا هو تعرض لموقف صعب قوي. تعب جدا جدا جدا. راح امر بان هو يبعت لي ورحت له فعلا. صليت له هناك باسم السيد المسيح فشفى. ومن ساعتها راح سابنا احرار وسابنا ان احنا نتعبد تاني السيد المسيح. وبعديها بقينا ننشر المسيحيه هناك في المدينه وننشر زائد النظافه اللي احنا كنا بننشرها هناك والخدمه بتاعتنا اللي احنا كنا بنقوم بيها. وقبل نياحتي اول ما عرفت ان انا خلاص هتنيح وجيت للسيده العذراء مريم بتظهر لي. قلت لها ازاي يا ام النور تجي لي انا؟ ازاي تجي لي انا؟ يعني العذراء مريم ده كانت بتسال فينا تعالى نشوف قالت لها ايه؟ بقول لها ازاي يا ام النور تجي لي انا الخاطئه؟ ازاي انا ما استحقش دوت؟ قالت لي لا انت تستحقي عشان الخدمه اللي انت عملتيها باسم ابني تستحقي ان انا اجي لك. تعالي معايا تعالي مع العذارى اللي معايا هتنالي هناك ملكوت. وعشان كده بقى يا قوم ده احنا عملنا عشان كده بقى احنا لبسنا نضيف زي ما انت شايف وريحتنا حلوه وبرده عملنا كيس كتير جدا باسم القديسه برينا وبرده عملنا لها تمثال كبير قوي في سويسرا وهي شايله ابريق ميه وماسكه في ايديها الثانيه مسك. يا واده القديسه برينا تبقى من عندنا من هنا من مصر بتعيبكم كل الحاجات الحلوه دي واحنا نبقى عندنا واحد زي بلح فضحنا كده في الكفر كلها دول. سامعه يا بنت عينة سامعه ماله بس بلح يا يابا كان عامل لك ايه بس يابا؟ امال ايه يا بنت؟ فضحنا يا بنت في الكفر كلها الريح والجيش من ريحته يا بنت ده خانا حتى نشبط في مناخيره من الريح. ما انت معرفي يابا اللي انت تعلمه. طب ما تقلبوا يا افضل نظافه. الكتاب المقدس بيقول من يخب الله يخب اخاه ايضا ولازم تخبوا وتقلبوا النظافه اذا كنت بتخب ربنا. سامع الكلام الحلو يابا؟ وحميه وامري لله عالم المدافع وخليها عليا انا عادي اصل بيني وبينك بنت عنبه بتحبه وعشان كده يا خواجه عامله لك برجاز باللحمه تاكل صوابعك وراه. ايه ده يا عم ده انتوا بتاكلوا صوابعكوا بعد الاكل؟ يا خواجه ما تساعدنيش يا خواجه يلا ندخل المطبخ ناكل عشان انا مش عصبي مش عايز برشا لا